السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار إن شاء الله نقدموا الحلقة ديال لماذا تلد الأرنبة صغارها في الليل وكيف تتم هذه العملية، أي عملية الولادة، بالتفصيل الممل. مما لا يشك فيه أن فرحة كل مربي أنه ينوض في الصباح، يعني يقوم في الصباح ويلقى أو يتفاجأ بأن الأرنبة دياله ولدت. في العادة يعني لا يشعر المربي بعملية الولادة، لأن الأم كتختار واحد الفترة ديال الليل، وبالضبط فوقاش في الصباح الباكر، قليل قليل يا قليل فين كتلقى الأرنبة كتولد في النهار. علاش؟ لأنها أولا كتبحث على السكون، كتبغي السكون، وثانيا ما يشوفها حتى شي واحد، لان كاين النوع ديال الارانب ديال الاناث اللي كينفروا الصغار ديالهم الى مشى شافهم الانسان، الى مشى شاف هذه العمليه. يعني سبحان الله. اما عمليه الولاده فتحدث كالتالي: اولا يخرج الصغار واحد تلو الاخر، يعني ماشي كيخرجوا في خطره، يعني في شي كيس واحد، ولكن كيبقاو يخرجوا واحد تلو الاخر، وكل واحد يعني هذه العمليه ديال الولاده تحت كيفاش كيخرج كيخرج ماشي في كيس واحد، ولكن كيخرجوا يعني واحد، وكتسنى شويه وكتعاوتاني ترمي الاخر وهي غاديه. هذا من جهه. اما هي اسمو كدير لهم فيما كيخرج شي واحد، كتبقى تلحسو، يعني كتلعقو وكتنظفو من الاغشيه الدمويه. علاش هادشي كديرو؟ باش كتسهل عليه عملية الإخراج الفضلات، لأنه هو كيكون تقريبا مبلع بداك الماء وداك الدم، وهذه هي كتبقى تلعقو باش كتسهل عليه العملية ديال إخراج الفضلات. وهاد العملية شحال كتستغرق؟ كتستغرق من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. ملي كتنتهي الأم من هاد العملية مباشرة كتنتف الشعر ديالها. يعني شحال من واحد كيقول لك بلي لا راه كتنتف الشعر عباش كتولد، لا، هي كتخلي الصغار ديالها يخرجوا عاد باش كتقوم عملية ديال النتف، كتبقى تنتف راسها باش علاش؟ باش كتغطيهم، كتغطي الصغار ديالها وكتدفيهم بهذاك الشعر ديالها، كتحطو فوق منهم والجوانب، المهم كتدفيهم. ملي كتنتهي كتخرج من بيت الولادة. علاش كتخرج؟ كتمشي تشرب. غالبا ملي كتكون يعني كتولد الصغار ديالها مباشرة كتمشي مسكينة كتشرب. ملي كتشرب الماء كتشربو بواحد الكميه كبيره، يعني صافي حتى كطيح على داك الليترو تقريبا، ولا كتبقى مسكينه كتشرب حتى كتشرب منه تقريبا النص. المهم سمو كدير عاوتاني من بعدها كترجع وكتمدد حدا البيت الولاده. سمو كدير كتمدد، يعني كتجبد مسكينه في نفس الوقت انها كتبقى تفرج في الصغار ديالها، يعني كتقول بلي راه دابا وليت ام، في نفس الوقت انها كتاخذ واحد الراحه من المجهود اللي دارته والتعب اللي طاح عليها في ديك الليله كامله مسكينه، وهي كتكون يعني متوتره وكتبقى تدخل وتخرج وكتجمع هذاك الا كاين شي قش وهذه. المهم كدير واحد المجهود. ملي كتحط الصغار ديالها راه ما كيكونش فيهم يعني الشعر، كتكون غير كيكون فيهم غير الحيمات، هما كيبانوا لك غير بحال الحيمات كيتزروطوا، كتكون العيون ديالهم مغلوقه ولكن كيكونوا هما نشيطين، يعني كيتحركوا كيبقاو يتزروطوا يعني كتيري الحركه وكيكونوا حيويين. هادشي في اليوم الاول. اما اليوم فوقاش الناس اللي كيسولوني فوقاش كيفتحوا عينيهم، كيفتحوا عينيهم في النهار العاشر، النهار العاشر كيبداو يفتحوا عينيهم. اما القضيه ديال الشعر فوقاش كينوض لهم في اليوم الرابع، ملي كيكون عنده 4 ايام كيبداو يحلوا، كيبداو عفوا ينبت لهم الشعر. دابا ندوزو اليوم 14. فوق هذا اليوم 14 سمو كيوقع كيبداو هما يحاولوا انهم يخرجوا من بيت الولاده، لان كتكون بيت الولاده معزول على الكاج غالبا. بحال دابا انايا عندي هنايا كتكون واحد الطليعه خفيفه، انتم كما كتشوفوا داك الدويورات هادو كتكون واحد الطليعه خفيفه، هما كيبقاو يحاولوا يخرجوا، ماشي كيخرجوا ولكن غير كيحاولوا. كاين اللي كيخرج منهم كيكون في مثلا الجسد ديالو مساعدو كيخرج
وكيبدا يدور مع امه شويه، وفي نفس الوقت كيرجع ما كيبقاش كيبقاش يعني برا الكهرج، كيبقى غير ينقب لربما يلقى شي حاجه ولا يلعب ولا هذه. ارانا منين توصل اليوم 21 سمو كيبداو هاد الصغار كيبداو ياكلوا مع الام، ولكن شي حاجه بسيطه يعني شي علف بسيط الا شي خبيز كرام ياكل منه غير شويه، الا شي حبات ديال السيكاليم. المهم ما كي ما كي ما كياكلش بزاف لان كيكون ديك الساعه باقي كيرضع من 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 مو. هادشي في اليوم 21 كيبدا ياكل شي شويه، يبدا يشرب شي شويه الماء، ولكن في نفس الوقت كيرضع من مو الحليب. اذا هذه هي العمليه ديال 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 الولاده كيفاش كتكون. ارانا دابا خاص تسمو الدور ديال المربي، الدور ديال المربي خصو يكون تقريبا حريص يوميا انه يكون يوميا كيتابع هاد الصغار هادو. الا كان بيناتهم شي وفيات يعني من اليوم الاول ضروري يحيدها، الا كان شي وفيات في هاد الايام الاسبوع الاول ولا خص ضروري عاوتاني خص يحيدها لان الام كتنفرهم. سمو خصو يدير لهم خصو يعزلهم بوحدهم هذوك الوفيات ويتخلص منهم. هذه راه مساله بديهيه ولكن خص الحذر يعني تقريبا ذاك الشهر 30 يوم خصو يكون ديما على بال لان كيوقعوا شي وفيات خص المربي يكون داير الحذر. ولا كانت عاوتاني الام ما كترضعش اولادها باش غادي نعرفوا الام ما كترضعش اولادها وهي كتدخل عندهم وكتخرج ولكن ما فيهاش الحليب، كنشوفوا ان كرشهم كتبقى مكمشه كتولي بحال غير مجلده يعني ما كيبان لكمش باللي راها منفوخه يعني ملي كترضع الصغار ديالها كتبان لك الكرش ديالها راه منفوخه. تما عرفوا مرا مرضعه تما الا لقيتوا هذه القضيه ما كايناش يعني اما هي ما كتمشيش عندهم وترضعهم بواحد الطريقه، يا اما هي فيها يعني هي فيها الحليب وما كتبغيش ترضعهم، او هي مسكينه ما فيهاش الحليب. الا ما كانش فيها الحليب خصكم تقلبوها وتقلبوا الحلامات ديالها، الا ما كيطوشوش بالحليب هكا تكيو عليهم ما كيطوشوش بالحليب تسمو خصكم ديروا تلجؤوا النبته اللي هضرت لكم عليها سابقا وهي التفاف. التفاف هذيك فيه الحليب 100% كيدير الحليب. وحتى الناس اللي كيديروا السيكاليم راه كاين سيكاليم خاص بالحليب، غتمشيو عند السمو اللي كديتو عليه الخنشه ديال السيكاليم مثلا ديال العلف، كاين السيكاليم خاص بالحليب يعني اللي كيدير لها الحليب. كاين عاوتاني الناس اللي بغيتي تبسطها وتسهلها ديروا المعدنوس، حتى المعدنوس حتى هو واحد الربيطه رميها لها واخا تكون ما يابساش ماشي مشكل، ما غير بيطه وحده حتى هي كدير الحليب بواحد بغزاره. والتفاف احسن، التفاف الا كان التفاف من الاحسن، انا كنصح بالتفاف، التفاف مزيان. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، وكاين يعني هذه غير الاشاره، كاين عاوتاني اللي ما جبرش هذا يعني اما التفاف ولا المعدنوس يعني في واحد الفتره مع سكي دايره يعني ما داك الشيء بحال الصيف كيكون شويه مقطوع هاد الحوايج ديال التفاف وهذو لان كتكون نبات كارم. سمو القضيه اللي يدير وهي الرضاعه الحبيسه. الرضاعه الحبيسه راه الى شفتوا في الحلقات ديالي راه كاين راني متكلم على الرضاعه الحبيسه، حاولوا انكم تلجؤوا الفيديو وتشوفوا سمو هي الرضاعه الحبيسه لان هذيك راه بوحدها عندها حلقه، ضروري انكم تمشيو للفيديو وتشوفوه لان الرضاعه الحبيسه كتساعد في مثل هذه المواقف هذو. اذا في هذه الفتره هذه هي اصعب مرحله واصعب فتره في تربيه الارانب لان كيكون كتكون يعني المربي كيكون متوتر يعني فوقاش غادي يكبروا شحال الميزان ديالهم واش فوقاش الفيطام ديالهم، خصو يكون مسجل النهار اللي تزادوا فيه باش يفطم نهار يفطم، عاوتاني النهار اللي زوج فيه الانثى باش ماشي هي تولد على ولادها يعني الصغار ديالها عفوا الصغار ديالها كاينين وهي تولد عليهم، لا خاصها عاوتاني ما تكونش هي عاد معها الصغار ديالها او تولد، هذيك راه قضيه خطر عليهم. اذا حاولوا انكم هذه الفتره تجاوزوها وركزوا مزيان لان الا تجاوزتوا غير هذه الفتره هذه ويعني وصلوا الفطام صافي كتولي القضيه سهله، كيوليو كيتفطموا عادي انكم صافي غادي يمشيو يدبروا على راسهم يوليو ياكلوا بوحدهم يوليو يشربوا بوحدهم، صافي الام عاوتاني كتجهز للدوره الجايه انها تولد عاوتاني. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار،
كنشكر كل المتتابعين ديالي اللي كيدعموني وكيدعموا القناه. القناه راه غاديه وبديت الخلاص بدا كيجيني الحمد لله، وهذا الشيء كله بالدعم ديالكم. وكنشكر بزاف الناس اللي كيتعاملوا معايا من مدن اخرى من غير المدينه اللي راني فيها، كنشكركم وكنعاود نشكركم بزاف. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.